يعرف تطبيق تيك توك المعروف حول العالم، وهو تطبيق يستخدم لإنشاء مجموعة متنوعة من المقاطع المرئية القصيرة من أنواع مثل الرقص والكوميديا والتعليم، والتي تتراوح مدتها من 3 ثوان إلى 1 دقيقة و3 دقائق لبعض المستخدمين. وقد تم إطلاق التيك توك في كل من iOS وأندرويد في جميع أنحاء العالم بعد اندماج بيت دانس مع خدمة وسائط اجتماعية صينية أخرى، وهي ميوزيكالي في 2 أغسطس 2018. موضوعنا اليوم ليس عن تعريفكم بمميزات التيك توك أو عدد مستخدميه حول العالم. موضوع اليوم هو التعريف بحقائق صادمة عن التيك توك. لكن قبل ذلك، إن كنت من المشاهدين الجدد فلا تنسى ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإنذارات ليصلكم كل جديد، مع ترك تعليق لنعرف رأيكم حول الموضوع. من دون الإطالة عليكم، لنبدأ على بركة الله. يحظى التيك توك المملوك للشركة الصينية بيت دانس بشعبية كبيرة بين الشباب وخاصة الأطفال، بفضل حس الفكاهة والإبداع الذي من السهل أن يظهره المستخدمون من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بهم، بالإضافة إلى سهولة استخدام التطبيق. وأول ما يثير الانتباه عند دخولك للتيك توك هو العدد الكبير لمستخدمي هذا التطبيق، الذين هم من الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 13 سنة فما فوق. وكما أن أغلب نجوم التيك توك من الأطفال الصغار، فرواد هذا التطبيق الأطفال سيتأثرون بطبيعة الحال بهؤلاء المشاهير، كما أنهم سيحاولون تقليد نجوم التيك توك عبر الرقص والغناء. ربما تقولون، وما الضير في استعمال تطبيق التيك توك وهو يحمل كل حس الفكاهة هذا؟ أجيبكم وأقول أن الأمر أبعد وأخطر بكثير من مشاهدة الأطفال لمقاطع مضحكة وترفيهية ومحاولة تقليدها. فالأمر جد حساس، وقد يخلق لا قدر الله عواقب وخيمة. شاهدوا هذه الفتاة وكيف ترقص وتقوم بحركات جريئة، فكيف لطفل أو طفلة في 13 سنة أو أقل وهم يقلدون حركات هذه الفتاة دون علمهم بمعنى تلك الحركات؟ ولو بحثت أكثر داخل أغوار التيك توك ستجد فيديوهات أخرى أكثر جرأة لفتيات قاصرات يقمن بحركات أجرأ من الفيديو الذي شاهدتموه. الأمر الخطير هنا هو عندما يتأثر أطفالنا بهذه المقاطع الشبه إباحية فيقلدونها ويصورونها وينشرونها على تيك توك وهم غير مدركين لخطورة هذا الأمر. وكما تنجذب الذئاب نحو الخرفان، تنجذب وحوش آدمية إلى هؤلاء الأطفال. إنهم الأشخاص الذين تنتابهم رغبات جنسية نحو الأطفال، إنها الظاهرة المسماة البيدوفيليا. ولتقريبكم من الأمر أكثر، ففي 24 فبراير شباط الماضي خرج تقرير عبر صحيفة ديلي ميل البريطانية يتحدث عن مجموعة كبيرة من الآباء في أستراليا اكتشفوا أن أبناءهم في سن 10 و12 قد تلقوا رسائل وصورا ممن يعرفون بالبيدوفيل.
والأخطر أن الشريحة التي أعلنت ذلك بدت واسعة لا مجرد حالات فردية. لتنتشر هذه الحالات ليس فقط في أستراليا بل في مختلف بلدان العالم، وكل تلك الحالات أكدوا أن أولئك الأشخاص تواصلوا مع أبنائهم عبر تطبيق التيك توك. للأسف التيك توك يعش بهؤلاء الذئاب البشرية، ومن شكك بكلامي ما عليه سوى الدخول إلى الفيديوهات التي تتضمن فتيات صغيرة ترقص وقراءة التعليقات سوف يقشعر بدنك من الكم الهائل من تلك التعليقات الصادرة عن أولئك الوحوش الأدمية. وقد يتطور الأمر من التعليقات إلى الهدايا ثم اللقاء خفية عن الآباء والأمهات، ثم الأسوأ لا قدر الله. أيها الأب، أيتها الأم، قسما بالله إن هذا الأمر ليس بالأمر الهين، وإنه لأمر خطير يستوجب معه دق ناقوس الخطر. لا تغفلوا عن أبنائكم في هذه الأمور، فلا أحد يقبل أن يرى ابنه أو ابنته وهم بين يدي تلك الوحوش الآدمية. فلا تعطي لابنك أو ابنتك الهاتف وتغفل عنهم فقط لكي لا يزعجوك، لأننا في عصر يستوجب علينا مراقبة أبنائنا في كل الحركات والسكنات وبالليل والنهار. حافظوا على أبنائكم ولا تغفلوا عنهم.